السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. النزاهة الاتحادية، مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، والحكومة السابقة على رأس القائمة. رأس السياسة النقدية حزم إصلاحات جديدة يعول عليها في ردم هوة الفرق في السوق الموازي. حياكم الله. بعد أن أتممت المقدمات التحضيرية وتستعد النزاهة الاتحادية للمعركة المصيرية في حربها ضد منظومة الفساد وعلى مختلف المستويات دون تجاهل أي من الشخصيات، استرداد متهمين وأموال مهربة ومكافحة التضخم وجميع هاي العناوين قد حجزت لها الحكومة السابقة مكانة متقدمة في رأس القائمة السوداء. مؤشرات الفصل الجديد في الحرب على الفساد تحمل معها متغيرات جديدة تتصف بكونها عملية من خلال إشراك المنظومة الدولية في هذه المهمة، بما يزيد منسوب التفاعل مع الجهود الوطنية ويعيد ما نهب لخزائن الدولة، ومن قام بالفعل يقبع خلف القضبان الحديدية. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة، فإن إجراءات رأس السياسة النقدية ساهمت في ردم جزء كبير من حالة الهوى بين العملة المحلية والعملة الصعبة بعد أن وصلت مستويات قياسية وأثقلت كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة. حرب متقطعة بين الدولار والدينار، يحاول الأول فيها سحب البساط من العملة الوطنية وإطلاق رصاصة الرحمة اللي راح يؤدي لنزيف في السوق الموازية، لكن حزم الإصلاحات كما يبدو أعادت سعر الصرف إلى نطاقه المعقول وأبعدت احتمالات الهزة الأخرى. هذين الملفين راح نناقشهم في حصادنا لهذه الليلة مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الدكتور مصدق عادل الخبير القانوني، وكذلك الدكتور زياد العرار الكاتب والصحفي. حياكم الله ضيوفا كرام. ابدا مع حضرتك دكتور مصدق. شخصيات مهمه في الحكومه السابقه بما فيهم وزير على راس القائمه، سواء في الاشاره الحمراء او التضخم في الاموال. انا نتساءل يعني هل طويت مرحلة عصب الفساد بصغار الرؤوس وبدأنا نتحدث عن رؤوس كبيرة حتى وإن كانت سابقة، ولكن نتحدث عن حكومة برمتها، هذا الموضوع يعني ما كنا نتحدث عنه سابقا. السلام عليكم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. فيما يتعلق بملف مكافحة الفساد أو ملف من أين لك هذا، حقيقة نتابع هذا الملف عن كثب ونشاهد أن حركات جريئة ومنضبطة بالنسبة لرئيس الهيئة وهيئة النزاهة بصورة عامة، بل أبعد من ذلك أن هذا الملف نعم كان في طي النسيان لقلة عدد الموظفين أو ضعف المهارات الفنية والتقنية، لكن في ظل الرئاسة الجديدة لهيئة النزاهة نعتقد أن هذا الملف قد تم إحاطته بالعديد من المستلزمات والضروريات اللازمة لإنجاحه، بل أبعد من ذلك نجد أن هنالك اهتمام بتحسين سمعة العراق ومرتبته ضمن مؤشرات الفساد، فبالتالي هيئة النزاهة شكلت العديد من اللجان المشتركة داخل الهيئة وخارجها من أجل إلى عدم تكرار تجربة السنوات السابقة بحصول العراق على مراتب متدنية في مؤشرات الفساد. ولهذا لو نرجع للتضخم الثروات أو الكسب الغير مشروع بالنسبة للحكومة السابقة، نجد حقيقة أنه هذا الملف قد يطال حتى رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، باعتبار أنه في أحد التحقيقات تم نشر أن هنالك حساب مصرفي
بمبلغ 500,000 دولار عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات. فبالتالي تضخم الثروات، نعتقد أن هيئة النزاهة جادة في مسألة متابعة هذا الملف وتمحيص المسائل المتعلقة بجميع أفراد العائلة المكلف، ونعتقد أن الفترة القادمة ستشهد فتح ملفات، لكن حقيقة ستكون ملفات نوعية وليست كمية، من أجل أن يصار إلى تعزيز ثقة المواطن بهيئة النزاهة وإجراءاتها فيما يتعلق بالكسب الغير مشروع. طيب دكتور زياد، مرحبا بك مجددا. وأكو عبارة تعودنا على سماعها هي التركة الثقيلة، كل رئيس وزراء يجي رأسا يقول لك أنا تحملت تركة ثقيلة. هسه هذا الزلمة ما سمعنا منه كلمة التركة الثقيلة. هيئة نزاهة جهاز رقابي لديه الإمكانيات للمحاسبة والاسترداد والتحقيق والعمل على استرداد المطلوبين، الأموال المهربة كما يبدو، أنه هو هذا الثقل الأكبر وليس التركة الثقيلة. وجه المقارنة معدوم. السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني رجل له عديد من الملفات التي أدارها في وزارة العمل وغيرها من الوزارات، فبالتالي لديه من الخبرة الإدارية التي تجعله بمنع عن توجيه اتهامات فساد أو شبهات إليه، خلافا لرئيس الوزراء السابق الذي كانت تحوم حول مكتبه وحوله العديد من الشبهات، والتي نعتقد أن هيئة النزاهة ستقوم بفتح الجزء المتبقي منها في الأشهر القادمة من عمر هذه الحكومة. لهذا هذا من جهة. من جهة أخرى حقيقة مسألة الثانية اللي نحتاج أن نقف عندها هي مسألة اختيار المناصب، نقصد بهم الدرجات الخاصة ومن المدراء العامين ووكلاء الوزارات. هذا الملف حقيقة في بداية عمر الحكومة الحالية تم استبعاد العديد من الشخصيات التي وجدت عليهم مؤشرات فساد أو شبهات، أو على أقل تقدير كانوا يعملون ضمن المنظومة الحكومية السابقة. ولهذا نعتقد هنالك فرق واسع بين الحكومتين فيما يتعلق بإدارة ملف الدرجات الخاصة، رغم أن الحكومة الحالية لا زالت تعمل بالوكالة، لكن هذا الأمر لا يمنع أنه المناصب الدرجات الخاصة والمدراء العامين حقيقة تسير وفق مهنية وانسيابية أكثر مما كانت عليه في زمن حكومة السيد مصطفى الكاظمي. ولهذا بقي ملف حقيقة آخر يحتاج من الحكومة الحالية أن تعمل عليه، وهو أنه مسألة كشف الذمم المالية للوزراء. يجب أن لا يكون مجرد إسقاط فرض مثل ما كان تسير عليه الحكومات السابقة. يفترض في كل شخص بدرجة وزير بمنصب وزير أو من هو بدرجته من رؤساء الهيئات المستقلة أن يصار إلى تشكيل فرق من مكتب رئيس الوزراء لغرض متابعة تضخم الثروات أو حركة رؤوس الأموال الخاصة بالمكلفين، باعتبار أن الحكومة السابقة هذا الملف قد تم إهماله بالكامل، والحكومة الحالية لا تولي هذا الملف الاهتمام الكافي. ولهذا الجانب الوقائي أهم من الجانب العلاجي. يعني اليوم احنا من نحكي على الحكومة السابقة توجد فيها شبهات فساد وتضخم الثروات، ما هو لو كان الجانب الوقائي موجود من قبل هيئة النزاهة فيما يتعلق بتدقيق استمارات كشف الذمة وتقاطع البيانات كان ما وصلنا لهذه المرحلة. ولهذا اليوم الحكومة الحالية مطالبة بأن تشكل لجان من مكتب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة تتابع مسألة تضخم الثروات لكل المسؤولين التنفيذيين في العراق، من أجل أن يصار إلى إعطاء انطباع أن هذه الحكومة تختلف عن سابقتها التي كانت راعية في بعض الأمور لملفات الفساد كملفات شركة سيركو وغيرها من الملفات الأخرى التي يطول شرحها. طيب يعني بهاي الحالة دكتور زياد راح تتوقع ارتفاع قائمة الأسماء اللي راح تطال الملاك المتقدم في الحكومة السابقة؟ يعني بالتأكيد كلما ذهبت الهيئة العامة للنزاهة أو هيئة النزاهة العامة لفتح الملفات ستتطال أسماء سواء في الحكومة السابقة أو في الحكومات اللي قبلها. عملية الفساد في العراق ليست عملية متوقفة على الجانب الحكومي للأسف، وأقولها بمرارة أنه الفساد وصل إلى المجتمع، ولا أنت يعني الآن أصبحت الرشوة والمحسوبية والمنسوبية تسمى فائدة واستفادة
واصبح المواطن يبحث عن نقل ويجي يتوسط بلكي النقل لفلان مكان حتى استفاد يعني من خلال الخدمة العامة. هذا يحتاج إلى إعادة النظر في المنظومة العامة للمجتمع العراقي القانونية والتنفيذية والتطبيقية وحتى القيمية وحتى التوعوية الشرعية. بذلك نحتاج إلى أن تكون هناك عملية مراقبة شديدة. أستاذ أحمد خلي أتحدث لك بصراحة يعني بصراحة المواطن. الحديث الآن عن الفساد يجب أن يكون واقعي، أن ما نتحدث عن الفساد بشكل عام ونقول راح نفتح كل ملفات الفساد ونحاسب كل ملفات الفساد. لا أبديلي، أنت عندك الآن تتحدث عن حكومة السيد الكاظم وبها فساد، جيب الملفات وطلعها. تتحدث عن الحكومات اللي قبلها، جيب الملفات وطلعها. تتحدث عن القوى السياسية، جيب الملفات وطلعها. وقفوا الفساد أول مرة وروح إلى الفساد المستشري في الملفات الرئيسية التي تتعلق بحياة المواطن العراقي، وأولا هو الصحة. وقف الفساد واذهب لمعالجة الفساد حتى المواطن يجد العلاج. اذهب إلى لقمة العيش، إلى وزارة التجارة، إلى الجهات المعنية، وعزز 41 مواطن يستلم بطاقة تموينية، عززها، خلي الطحين كل شهر يجي، خلي المواد الغذائية أكثر، وقف الفساد. اذهب إلى الخدمات وتحديدا الكهرباء، وقف الفساد وابدأ بمعالجة هذا الملف حتى المواطن يقول الفساد ومكافحة الفساد أتت بنتيجة. أما نبقى نتحدث بجنبة مكافحة الفساد وإحالة إلى المحاكم دون أن يرى المواطن العراقي شيئا على أرض الواقع، هذا ما راح يجدي نفعا. ولذلك أنا أقول يجب أن تكون هناك جدولة وتكون هناك خطة عمل ورؤية استراتيجية في عملية مكافحة الفساد، وأن لا يستثنى أي شخص باسمه وصفته الوظيفية من عملية المحاسبة. أما الحديث عن أنه من أين لك هذا وأكو ناس يعني تحتاج إلى تدقيق اللي ذكره مثلا الدكتور مصدق، احترامي وتقديري إليه ومن زمان ما شايفينه، أنا أقول لك يا دكتور مصدق وأستاذ أحمد والجمهور الكريم، ما الكل تعرف اللي ما كانت عنده سترة هسه ايش راكب وين قاعد وش مشتري وش عنده. هي يحتاج من أين لك هذا؟ ما يحتاج أحيانا من أين لك هذا. إن أرادت الجهات الرقابية أن تبدأ بالرؤوس فالرؤوس واضحة. أما تطبيق القانون فأعتقد أنه يحتاج كما ذكرت لحضراتكم إلى خطة موضوعية تقنع المواطن وتعود بالريع إلى المواطن، إلى شخصه، إلى بيته، إلى منطقته من خلال مكافحة ملفات الفساد. طيب مو هنا دكتور مصدق، يعني هذه الصراحة يتحدث بها دكتور زياد العرار، نتحدث عن توفر الإرادة الحكومية من جهة، الدعم الكبير من القضاء من جهة أخرى في مكافحة الفساد. أنا أعتقد يعني يمكن مو لي السؤال للدكتور مصدق، لا اسمح لي حتى يكون الموضوع تداولي. بس أنا أعتقد أكو جدية الآن في هذه العملية، أكو دوافع حكومية فعلية، أكو إجراءات فعلية. زين، هاي الركيزتين دكتور مصدق، هل كان الحجر الأساس لارتفاع وتيرة أعمال تفكيك وتمدد هذه الظاهرة الجهد الحكومي والقضائي؟ حقيقة مسألة الجهد القضائي واضح يعني مو في زمن هذه الحكومة، وإنما في منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا. القضاء العراقي حقيقة كانت له اليد الطولة في ملاحقة غالبية الفاسدين، وبالتالي لم يتردد في مسألة إيقاع العقوبات على من ثبت تطاوله على المال العام. لكن مما يؤسف إليه حتى الدور القضائي المتميز، هذا الدور حقيقة قام مجلس النواب بتشريع عدة قوانين للعفو، منها قانون 27/2016 حتى اشترط عدم تنازل الممثل القانوني في حالة مجرد تسديد المبالغ التي تم إضرار الدولة بها. ولهذا منظومة مكافحة الفساد في العراق نعم هي جزء منها تعتمد على القانون، لكن الجزء الآخر يعتمد على الرؤية السياسية الموحدة. اليوم حقيقة ملف استرداد الأموال، رغم أن هذا الملف ملف جدا مهم وهيئة النزاهة ورئيسها السيد حيدر حنون يبذل جهودا استثنائية في هذا الملف، لكن فيما يتعلق بالجدول الاقتصادية يعني كلفة استرداد الأموال هل هي أقل من الأموال المستردة، هاي يحتاج أن نقف عندها ونحسن الإجراءات المتعلقة بها الصادرة من هيئة النزاهة. فلهذا فإن مكافحة الفساد في العراق حقيقة أعتقد أنها ستستمر في السير في نفس هذا الطريق، ولكن بتحسن واضح سنشهد ملامحه وثماره عندما
يصدر مؤشر الفساد العالمي السنوي الذي كان دائما ما يتربع العراق في المراحل الأخيرة، حين ذاك نستطيع أن نقول أن هيئة النزاهة وجهود مكافحة الفساد قد قفزت وفق المعايير الدولية، وبالتالي ستكون نتيجتنا وتقييمنا إيجابيا بالنسبة لهيئة النزاهة وجهود مكافحة الفساد. طيب دكتور زياد، العمليات النوعية لهيئة النزاهة دا ما تحدثنا عنها، هل تشكل حالة ردع لكل من تسول إلى نفسه التلاعب بالمال العام؟ هنالك أيضا نتحدث عن أهمية هذه الإجراءات، لكن الأهم هو أن تكفل تفكيك منظومة الفساد، يعني مع اعتزازنا بكل الجهود المبذولة، لكنه إحنا نبقى أنه نعلن فقط تقارير، هذا الموضوع غير كافي. هنالك شارع يريد أن يرى المتهم أو الفاسد ماخذ جزاء بالضبط، ويريد هذا الشارع أن يرى الأموال التي سرقت ونهبت واستغلت من قبل أصحاب النفوذ السياسي والحكومي التنفيذي في الفترات السابقة، يريد أن يراها أن تعود إلى خزينة الدولة. لذلك عملية تفكيك منظومة الفساد الموجودة في العراق ليس أمرا هينا ولا سهلا، بل أنا أتوقع بحسب القراءات والمتابعات أنه بعض يعني تشعباته هو خارج العراق، لأنه منظومة فساد كبيرة جدا أصبحت قوية في ظل وجود احتلال كان متواطئ إلى حد ما مع عمليات الفساد ونشرها، وفي ظل عدم وجود رغبة سياسية من القوى السياسية. وأنا أؤكد لحضرتك بأنه الفاعل الرئيسي في مشهد الملف الفساد في العراق هو الفساد السياسي الذي يحمي الفساد الإداري والمالي وبكل أنواعه. بالتالي إجراءات النزاهة هي بحد ذاتها رسالة قوية تحد من عمليات انتشار الفساد أكثر وأكثر، وقد تكون يعني بالفترة الأخيرة ملاحظة بأنها أشرت نوعا ما تراجع عمليات الفساد على الأقل في الدوائر البسيطة اللي المواطن يحتك بها. أما فساد العقود والمافيات الكبيرة والمتعلقة بخزينة الدولة واللي تحدثت عنها في بداية البرنامج واللي الآن منتشرة على وسائل التواصل واللي أعلنت عنها هيئة النزاهة، هذه عمليات كبيرة جدا تحتاج إلى جهود وتضافر كل القوى في الدولة العراقية من الطرف السياسي والطرف التنفيذي لإيقافها والحد منها. هي جيدة، أحسن من الفترة السابقة، وهناك توجه حكومي في هذا المجال. نعم حقيقة توجد بوادر وإجراءات فعلية في عملية مكافحة الفساد وأيضا لهيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى، ولكنها ليست بمستوى الطموح ولا توازي حجم الفساد العالي المنتشر في المشهد العراقي. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور زياد العرار الكاتب والصحفي، والدكتور مصدق عادل الخبير القانوني، ضيوفا أكارم في الأستوديو، أثريتم الحوار في هذا الملف، ونتحول إلى الملف الآخر ونتابع فيه بعد الفاصل. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الدكتور هيثم العنبقي الخبير الاقتصادي والدكتور مصطفى أكرم حنتوش الخبير الاقتصادي، حياكم الله ضيوفا أكارم في الاستوديو. دكتور هيثم، أبدأ مع حضرتك ونتحدث عن البنك المركزي اللي أعلن حزمة إجراءات جديدة الأسبوع الحالي. أسأل جنابك، هل دخلت حيز التنفيذ؟ وإذا دخلت ماذا شملت؟ تحياتي لحضرتك وإلى قناتكم وكادرها. طبعا البنك المركزي من فترة ليست بالقصيرة يحاول السيطرة على سعر العملات المتداولة في السوق، وعلى تقوية القوة الشرائية، رفع قوة الشرائية للدينار العراقي أمام الدولار بالذات. فمن ضمن الأمور اللي اتخذها هو فتح المنصة الإلكترونية بالنسبة للحوالات وللدخول عليها بالنسبة للمصارف اللي تتعامل بالعملة واللي تقوم بإجراءها الحوالات.
فهاي الإجراءات طبعا يعني السوق بالوقت الحاضر الكل يعرف العراق يعني سوقه كلها بضائع مستوردة، الطلب على الدولار طلب متزايد، وهناك بعض الأمور الأخرى اللي تشجع على أنه هذا الدولار يطلع خارج العراق. يعني واحدة من عندهن أنه أسعار العملات الأجنبية بالدول المجاورة خصوصا الدولار هي أغلى من سعر الدولار بالعراق، فأكيد هذا يكون عامل مشجع على تهريب هذه العملة بالشكل اللي يوصلها اللي يزيد الطلب عليها ويرفع أسعارها مقابل الدينار العراقي. فهاي الحزمة اللي بالوقت الحاضر يعني البنك المركزي دائما يحاول خلال هاي الأسابيع الأخيرة أنه يطلق عدة إجراءات لكي يستطيع أن يسيطر على سعر السوق بالنسبة للعملات الأجنبية. يعني دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعض الأحيان يكون صعب ومردودة عكسي في بداية الأمور، يعني تأثر على سعر الدولار، يعني الدولار رح ينسحب من الأسواق، فمن ينسحب أكيد الطلب عليه رح يكون أعلى فيرتفع سعره مقابل الدينار العراقي. ولكن هاي الإجراءات الأخيرة حيحاول البنك المركزي من خلالها أنه يكون هناك بعض البحبوحة أو السعة الأكثر في ضخ كميات أكبر من العملات الأجنبية لكي يستطيع أن يكون أن يخفض سعره أمام المضاربات اللي تصير بالوقت الحاضر. دكتور مصطفى يتفضل الإجراءات ونتحدث عن الإجراءات المستمرة من البنك المركزي والحزم المستمرة، ألا تؤثر على حالة استقرار السوق؟ لا ترى حضرتك، ورحب الدكتور هيثم الغالي، ورحب بمشاهدي قناتكم الأعزاء، حياك الله. أعتقد أن البنك المركزي العراقي بعد يعني هي الأزمة ما قاعد تأتي من الداخل، قاعد تأتي من الخارج، يعني كل ما نحل وعدة الأمريكان قاعد يعقدون المشهد بإجراءات أخرى. آخر تعقيد كان الفرض عقوبات على 14 مصرف بشأن الدولار، تعامل بالدولار 14 مصرف حقيقة ثقل يتعاملون معهم قرابة 20,000 متعامل بين شركة بين كيان بين تاجر بين مستثمر بين صناعي، بين يوم وليلة حقيقة أصبحوا يبحثون عن الدولار في السوق الموازي. لأن البنك المركزي أطلق حزمة من الإجراءات، الغرض هو استيعاب هؤلاء، منها حقيقة تسهيل عمل الصيرفات، فتح حسابات لدى البنك المركزي ثم لدى بعض المصارف، منها حقيقة يعني اجتماع سيد رئيس الوزراء والبنك المركزي مع الصيرفات ونشر قائمة بأسمائهم وتعهداتهم، منها حقيقة الإجراءات المتعلقة يعني بموضوع السوق الموازي وإلغاء منصات السوق الموازي وإيقاف تطبيقاته. ويعني رأي البنك المركزي بهذا الملف أنه احنا ما عندنا شيء اسمه سوق موازي. زين، هسه هذه النقطة يعني أنا بالنسبة لك ماليين نقطة جدال حقيقة ممكن نتفاهم عليها، شلون ماكو سوق موازي؟ نخلي شوي نوضح بعض النقاط للمواطن الكريم. احنا المنصه اللي هي البنك المركزي اللي يبيع عن طريقها الدولار، خوش حكي، هاي منصه موجوده. هاي المنصه اللي يريد يستورد بضاعه من ايران ماكو دولار عن طريقه، زين. اللي يريد يستورد بضاعه من سوريا ماكو، زين. حاليا بالنسبه لتركيا كان اكو تحويلات التركية بالدولار، الان اصبحت تطي دينار يتحول لك ليره تركيه. زين، ليره تركيه بسعر البنك المركزي التركي. يعني بسعر مرتفع، هي منهاره الليره التركيه، فهنا التاجر راح يبحث عن دولار يقول لك خو بهرب دولار ثلاث اضعاف السعر. زين، اللي يريد يسافر ليره يسافر روسيا، يسافر بيلاروسيا، يسافر لبنان، يسافر سوريا، سفر سياحه مرض كلها ما لهم دولار. هذول استاذ احمد دول اذا ماكو شيء اسمه سوق موازي مين يجيبون الدولار؟ ففي المنطق اكو سوق موازي، لكن يجب على البنك المركزي العراقي الاستمرار بهذه الحزم، والاهم من هذه الحزم هي فتح هذا الملف مع الامريكان مثل الخليج العربي. يا بعدنا هيش تجاره، عندنا هيش مصرفيات مع ايران وغيرها من الدول، تعالوا حلوها لنا. هسه شلون نسدد حسابات وسيطه، شلون موضوع الغاز وغيره، حساب نستورد لهم بضاعه بمكانها، ندفع الدبلوماسيين، شنو الاليه؟ هاي امريكا نتفاهم، اما عمليه قول لا يوجد تجاره ضخمه حقيقه هذا الموضوع انا اعتقد انتحار امام السياسه الامريكيه، يجب مصارحه الامريكان واخذ تسهيلات والعمل على تقنين هذه التجاره. نعم اتفق، دعم الصناعه هنا
ودعم التجارة هنا، هذا موضوع مهم جدا في أمل تقليص التجارة. طيب في جزئية معينة تفضلت فيها حضرتك أستاذ مصطفى، أتوجه بها الدكتور هيثم، يعني عندما نتحدث عن توسيع قاعدة المشمولين في المنافذ الرسمية دكتور، وتبسيط إجراءات الحصول على العملة الصعبة، شو من الممكن يكون أكو حد من التوجه نحو السوق الموازي؟ دكتور هيثم لا تسمح. العفو. طبعا من ضمن الإجراءات اللي البنك المركزي ده يسعى بالوقت الحاضر لها هي زيادة المنافذ لوصول العملات الأجنبية إلى المستفيدين منها أو اللي يتعاملون بها. فهنا احنا اذا زاد العدد العرض راح يكون كافي. من راح يكون كافي؟ نقدر بين فتره وفتره نعيد النظر باسعار العملات الاجنبيه. يعني هسه احنا بالوقت الحاضر مثل ما تفضل الدكتور مصطفى، اكو قسم من الدول ما تدخل المنصه اللي يريد يستورد من عندها، فاحنا نقدر نقلل بعد عدد الدول اللي تكون من خلال المنصة. طبعا هذه المنصة أكثر من مرة الأمريكان أكدوا عليها أنه ما مو إحنا اللي دريد نحاول من خلالها نسيطر على الدولار، ولكن هذا إجراء اتخذه البنك المركزي العراقي حتى يقدر يقنن أو يقدر يسيطر. لا، هذا من المؤكد أنه البنك الفيدرالي الامريكي له علاقه بهذا الموضوع، وال14 مصرف وبعدها لحقوها باكثر من 3-4 مصارف بعد اضافيه. هذه المصارف هي اللي تمثل اكثر من 10% من الحوالات اللي دا تخرج خارج العراق من خلالها. يعني المبالغ اللي كانت تحولها هاي المصارف يعني صار بديلها هو السوق الموازي اللي البنك المركزي ما يعترف به لحد الان، يعني ده يعتبره سوق غير نظامي. فعلى هذا الاساس ده يحاول يعني يسحب البساط من جواه. طيب احنا الان بحاجه الى تفاهمات مع الفدرالي الامريكي، ما دام ان المشكله امريكيه دكتور مصطفى اللي تحدثت عنها. على اقل تقدير الفدرالي الامريكي يستثني استيراد الحاجات الانسانيه، مواد غذائيه غيرها، يستثنيها من العقوبات كما جرى في استثناء الغاز. حسن. وهذا حصل في دول المنطقة، يعني مو نموذج بس بالعراق، لكن هو حقيقة البنك المركزي طالب مقابلة مع الفيدرالي ووزارة الخزانة، والسيد رئيس الوزراء كذلك طالب مقابلة حقيقة مع يعني يذهب إلى واشنطن، لكن الآن حقيقة ما جت موافقة لا على البنك المركزي ولا على السيد رئيس الوزراء. يعني احنا نصحنا من باب النصيحة بالله، مو من باب يعني هدف معين، انه امريكا مجتمع دولي، اذا شفتوا اكو تشنج من ناحيتكم استعينوا بالوسيط وابتعدوا عن الاردنيين. روحوا الوسيط انجليزي، روحوا الوسيط فرنسي، طالبوا انه هو يسوي لكم وساطه عند الامريكان، وشرحوا له بعض الملفات، هو حينقل صوره الامريكان. وهاي نجحت عند الاكراد لما سووا هسه الامثال تضرب ولا تقاس، لما سووا الانفصال وفشل انفصالهم، الامريكان داروا وجوههم عنهم واعتبروهم خالفوا توجيهاتهم آراهم بالمنطقة، ظلوا فترة يروحون لبريطانيا، شافوا بعض السيناتورات البريطانيين، طلبوا وساطة بريطانية وراحوا أكثر من مرة ورجعوا، إلى أن بريطانيا توسطت عند أمريكا، عادت العلاقات. وهذا نموذج مقبول في العالم. أمريكا هي مو جيراني، أمريكا دولة عظمت مثل مجتمع دولي. فأنا أنصح البنك المركزي وأنصح بالوساطة، وساطة أجنبية، خلي ابتعدوا عن الأردنيين، لأن طبيعة الوسيط الأردني يتمنى نبقى احنا تحت الوصاية. ليست الشعب الأردني، الشعب الأردني شقيقنا، تكلم عن سياسة أردنية، يقول لك خلي يبقوا انتوا تحت الوصاية واحنا نصير النقطة الرابط بيناتهم. هذا استفادة كلش كبيرة، ثروة هائلة عند العراقيين، وهذا سووه حقيقة فترة الثمانينات التسعينات، يعني في شيء مو جديد علينا. فنحن نشوف الوساطة الأجنبية أفضل بهواية بهاي المرحلة. شنو صعوبات السيطرة على السوق السوداء دكتور هيثم؟ يعني صحيح اتخذت إجراءات مالية وأمنية، لكن ما زال هذا السوق نشط؟ من المؤكد السوق ما نقدر نقول عليه السوق السوداء بالوقت الحاضر، لان هو يمكن الانشط واكثر تداول للعملات الاجنبيه هو السوق الموازي. السوق الموازي من الصعوبه بالوقت الحاضر بمكان انه يتم السيطره عليه باجراءات امنيه، ولا لانه اولا اكو ناس مستفيده من هذا السوق
متنفذة، سلطة جهات سياسية متنفذة، إلها 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 فوائد مستفيدة من هذا الوضع من السوق الموازي. فلهذا الإجراءات نشوفها تصطدم من الحكومة تريد تنفذ بعض الإجراءات اللي تحجم من عمل هذا السوق، تصطدم بـ 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 بأمور كثيرة، يعني منها مثلا تدخل الجهات الأمنية في بعض الأحيان، تدخل حتى جهات خارجية تتدخل في بعض الأحيان، مثل ما قلت لأنه الدولار بالعراق هو أرخص وأقل سعر من الدولار بالدول المجاورة، فأكيد هناك بالدول المجاورة من يشجع على تهريب العملة بأي صورة كانت. يعني أبسط ما يكون بضائع تدخل للعراق مقابل 100,000 مليون دولار، هي قيمتها ما تتجاوز 10,000 أو 20,000 دولار. الفرق راح يكون مستفيد منه من الجهة اللي مولت هذا المشروع أو اللي وردت البضائع. فهذه الجهات من الصعب بالوقت الحاضر أنه تقدر يعني توقفها بشكل نهائي، ولكن نقدر الحكومة بين فترة وفترة تحاول تحد من نشاطات السوق الموازي بالهيمنة على سعر الدولار. طيب. يعني الحكومة تحاول دائما تكون الأولوية والزمام الأمور في تحديد أسعار العملات يكون من خلال البنك المركزي اللي هو يمثل الجهة الحكومية. طيب. لا السوق الموازي هو اللي يحدده، ولكن اللي نلاحظه ونلمسه هو العكس، يعني السوق الموازي هو اللي يحدد الأسعار أكثر من السعر. اللي هذه أيضا مشكلة دكتور، هاي يعني مشكلة بالوقت الحاضر. يعني إذا تسعى الحكومة أكثر من مرة مثل ما قلت لمحاولة أنه تكون زمام تحديد سعر الدولار من خلال البنك المركزي، وهذا بالوقت الحاضر صعب، لأنه إحنا قلت أكو هواية أمور خاصة البضائع اللي تدخل للعراق بالوقت الحاضر 90% إذا مو أكثر من 95% نقدر نقول هي مستوردة. فعلى هذا الأساس أنت من يصير شحب الدولار لح يصير شحب البضائع هاي، وقسم من هاي البضائع يعني ما يقدر الناس يستغنون عنها، مواد الغذائية، ألبسة، أدوية، أنواع مختلفة، ناهيك عن منافذ الغير رسمية اللي تدخل من عندها هاي البضائع وتدخل من وتخرج من عندها العملات الصعبة. ليش هذه الصعوبة دكتور مصطفى؟ يعني أو بمعنى أنه شو وقت راح تنتهي هاي المسألة؟ لما هي كانت لها بداية وخلقت أزمة، ما كانت هذه الأزمة موجودة سابقا، شو وقت تنتهي مسألة الأسواق الموازية والأسواق السوداء؟ شو وقت أنه راح يرجع السعر الرسمي المثبت لمشروع الموازنة إلى طبيعته؟ لما نحصل من الامريكان تسهيلات على التجاره الخاصه، ولا عمليه، انا اتفق تماما مع اللي قاله الدكتور هيثم، عمليه افتراض ان السوق الموازي غير موجود هي عمليه اشبه بالخيال، يعني ضربا من الخيال. السوق الموازي موجود ويكاد يكون بقوه السوق الرسمي، هذا عمليه نقطه جدا مهمه، فيجب عمليه العمل على موازنته. ان انا ادير وجهي من عنده واعتبره غير موجود وأخلي الأمن يتصرف وياه، لا، الأمن قد يخلق كوارث في زمن النظام البائد، قطعوا يدين في هاي السالفة، عدموا ناس، سووا اللي ما يتخيله إجرام صار، وشنو اللي صار؟ السوق صار أضعاف مضاعفة، الأمن ما يحسن التصرف بالاقتصاد، خلي الحكومة تنتبه على النقطة، الاقتصاد يتصرف به البنوك، تصرف به الأدوات المالية، الأدوات الرقابية، تقدر تسحبه. وإحنا سابقا لكن كانت الازمه مو خارجيه، كانت داخليه، من صارت مال داعش كان من 1200 صار 1300 السعر، وظل فتره السنه سنه ونصف 1300، الى ان الحكومه تمكنت من معالجه الازمه وطرع كميات اكبر، وحقيقه السيطره على بعض يعني منافذ اضافيه، مشت الامور. الان الازمه خارجيه، فالعمل على معالجه الازمه الخارجيه واخذ تسهيلات من الامريكان راح يؤدي بالنتيجه الى دخول كميات اكبر من التجار والمستثمرين والمستفيدين الى المنصه، انحلت المشكله خلاص، ما يروح السوق الموازي الا اشخاص محددين، ينزل الطلب على السوق الموازي وينتهي المشكله. انا اشوف هذا الحل بكل بساطه، التفاوض مع الامريكان واخذ تسهيلات. داخليا ما عندك حل، يعني ايش تسوي؟ يعني انا اقول لك داخليا نقدر نفعل الصناعه بنسبه عاليه ونمنع الاستيراد، هل احنا قادرين؟ فساد، احنا عندنا فساد في هيئاتنا، في مؤسساتنا اللي مسؤوله عن الاستثمار والصناعه كبير جدا، غير قادرين على تفعيل الصناعه حقيقه يعني. فبالنتيجه نحن امام منحنى،
هذا المنحنى انا اعتبره دولي وانا اعتبره داخلي، فانصح بالاجراءات الدوليه اكثر من الداخليه. طيب هذه المساله يشير لها يعني دكتور مصطفى، دكتور هيثم تحدث عن جانب يعني آثر مستشريه في المجتمع وهي الشائعات ومنصات التواصل اللي تربك ايضا هذا السوق وتبث القلق، شلون يمكن السيطره عليها؟ يعني كل ما حاول السوق المالي الانجذاب الى مساحه الاستقرار جذبتها هذه الشائعات. طبعا الكل يعرف الاقتصاد العراقي بالوقت الحاضر اقتصاد يعني نقدر نقول عليه هلامي، يعني غير واضح المعالم لحد الان. من المؤسف يعني احنا دستورنا نص على انه يكون اقتصادنا يتوجه الى اقتصاد السوق، ولكن اي خطوه بهذا التوجه ما اتخذت بشكل جدي. اكو خطوات بس بشكل جدي لا، لحد الان اسواقنا اسواق تعتمد على بضائع مستورده. يعني احنا القوه الشرائيه للدينار العراقي تعتمد على ما يستطيع ان يقابله من بضائع وسلع منتجه محليا، واحنا لحد الان انتاجنا المحلي لا يكاد يكون صفر. يعني هسه احنا بالوقت الحاضر دي يشجعون على التصدير، اي بضائع دي تتصدر عندنا؟ البضائع اللي بشكل يمكن ما تمثل 1% او 1 بالألف يمكن يلا توصل. فانت من توفر بضائع وسلع مقابل الدينار العراقي راح تقوى القوه الشرائيه للدينار العراقي، راح تقوى الدولار مقابله راح ينخفض اسعاره. يعني انت بدال ما تشتري بالدينار العراقي وحده راح تشتري وحدتين، من راح تشتري وحدتين يعني انت ضاعفت القوه الشرائيه، يعني رفعت من القوه من قيمه الدينار العراقي مقابل الدولار. هذه واحده من الوسائل اللي تفضل استاذ مصطفى بها. دكتور مصطفى احنا لحد الان صناعتنا صناعه يعني تكاد تكون يعني مع الاسف وضعها بهذا الشكل اللي كانت بالسنوات قبل 30 سنه كانت البضائع العراقيه توصل ابعد نقطه بالعالم، ومن من من البضائع اللي عليها طلب عالمي بمختلف البضائع. الزراعه احنا بالوقت الحاضر اكتفاء ذاتي ما عندنا، يعني اكثر من 50% من الاراضي الصالحه للزراعه بالوقت الحاضر ما تزرع لعده اسباب. اسباب التدفقات المياه، اسباب البور بالاراضي، اسباب عدم اهتمام بالارض الزراعيه، عدم اهتمام بالفلاح، واسباب يعني هذه كلها تضعف الاقتصاد العراقي. فانت من تشوف هذا الوضع يعني الاقتصاد عندنا اقتصاد مبني على اساس دولار يصعد ودولار ينزل، فاكيد اي اشاعه بسيطه تربك العمل بالسوق. اشكرك شكرا جزيلا. اي اشاعه يعني حتى لو ما لها اساس راح تكون مؤثره على ارتفاع سعر الدولار وانخفاض القوه الشرائيه للدينار العراقي. شكرا جزيلا الدكتور هيثم العنبقي الخبير الاقتصادي والاستاذ مصطفى اكرم حنتوش الخبير الاقتصادي، ضيوفنا كان في الاستوديو، اثريتما الحوار. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.